عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشتركاتي الاعزاء في قناتكم قناه نور الخياطه. اليوم باذن الله البنات راح نديروا مع بعضنا موديل باهي بالبزاف راح يعجبكم باذن الله. نحتاج فيه مترتين من القماش، نحتاج هنايا مترتين كذلك من لوبي البنات هذا العريض، هنا العرض تاعو عفوا راح نقول لكم شحال عندي هنا العرض تاعو تقريبا ربعة ونص البنات. هذا اللي كما قلت لكم لوبي مترتين، ونحتاج هنا 10 قفال كما راكم تشوفوا معاهم هنا غلفتهم البنات من نفس لوبي هذا. تروحي للمحل بعد اللي شريتي من عنده ولا من اي واحد يغلف القفايل دير لك من لوبي بعد نفس اللون هنا باش يجوزي بعضها. وقبل ما نبداو البنات كالعاده ما تنساوش الجيم الجيم وخليونا تعليق حلو كما نتوما. نبداو على بركه الله. هنا فيكم البنات هنا كيفاش طويت القماش على الورق. عفوا البنات سمحوا لي، هنا عندي المترتين تاعي تاع القماش، ها هي مترتين، هنايا عندي متر ونص، هنا المتر ونص، ها هي المترتين تاعي، ها هي المترتين تاع القماش اللي شريت، هذه كل مترتين، ها هي، رايحة نجي هنايا، نحي منها البنات هنا، ها هي منا، قيمة 27 سنتيمتر، ها هي ليكم إن شاء الله يكون واضح، ها هي، هنايا رايحة نحي من المترتين 27 سنتيمتر، ها هي ليكم البنات، من بعدها رايحة نطوي القماش تاعي على أربعة. ونبدا التفصال. هنا نبداو البنات القياسات على بركه الله. هنا القماش تاعي كما قلت لكم راهو مطوي على 4، ها هو ليكم هنا نحيت 27 سنتيمتر كما قلت لكم من قبل، من بعد هنا طويت قماشي على 4 وريحه نبدا التفصال. راه مش كما فينا البنات نفصلو بجهه الطول نديرو داخل الخارج، هنا راح يتفصل على 4 بجهه العرض. هنايا راح نبداو على بركه الله، راح نجي البنات هنا ندير قيمه 22 سنتيمتر، هنا من 22 سنتيمتر البنات رايحة نهبط هنا بقيمة 24 سنتيمتر هكذا البنات، وراح ندير خط قد قد كيما راكم تشوفيه هنايا المونش هاكلو هذا البنات، ها رايحة نهبط خط قد قد فالقيمة 24 سنتيمتر. هنا من اللي حنعين هنا دوران الصدر تاعي عندي هنايا 32 سنتيمتر، شوفوا البنات باش نفهم المبتدئات فقط، هنا من النقطة هذه اللي درنا 22 سنتيمتر باش تسهل عليكم ديروا دوران الصدر راح تجي هنا تهبطي بقيمة 22 سنتيمتر، هنا بقيمة 22 سنتيمتر، من النقطة هذه تاع 22 سنتيمتر رايحة هنا نديروا دوران الصدر تاعنا، ها هو أنا عندي هنا 32 سنتيمتر، من بعد البنات نجيو من النقطة هذه تاع 22 نوصلوها هنايا مع الخط تاعنا قد قد تاع الصدر تاعنا، راح نديروا خط قد قد البنات، ها بالطريقة هذه. ها عندكم البنات هنا، من بعد البنات رايحة نجي ندير هنا الطول الخصر تاعي عندي 32 سنتيمتر بالطريقة هذي، حنرسم هنا الخط تاعي تاع دوران الخصر، هنا دوران الخصر تاعي البنات رايحة ندخل فيه 1 سنتيمتر فقط كيما راكم تشوفو البنات هنا، كيما قلتلكم البنات هنا ندخلو قيمة 1 سنتيمتر على دوران الصدر تاعنا، أنا عندي 32 هنا راح يكون عندي دوران الخصر 31، يعني راح ندخل 1 سنتيمتر فقط، لأنو البنات هنا من بعدها رايحة ندير الحزام هنا وراح يتلبس عريض من بعدها طايه على قد لاطي تاعك. من بعد البنات كيما قلتلكم أنا حبيت نفهمكم في نقطة فقط، هنا القيمة 32 سنتيمتر البنات هنا الخصر تاعنا، لأنو من بعد هنايا راح نزيدو القيمة هنايا تاع حيكون منو ذراع منو كتف هنايا باش يكون عندي 40 سنتيمتر. من بعد البنات نروحو هنا للعرض تاع الزندورة تاعنا. هنا البنات هنا في خط الخصر تاعنا رايحه نخرج هنا بقيمه 11 سنتيمتر، نعين النقطه تاع 11 سنتيمتر رايحه نهبط عليها هنا ب 10 سنتيمتر، تتاكدي هنا راكي خرجتي نفس المسافه ب 11 سنتيمتر، نفس الشيء هنا رايحه نطلع هنا عفوا بقيمه 10 سنتيمتر فقط باش ندير النقطه البنات، نعين فقط النقطه عفوا سمحوا لي. من بعد البنات هنا بعد ما نعين النقاط هذو في ثلاثه هنا نجي الدوران عفوا هنا الحرث ليبي تاعنا رايحه نقسموها على اثنين البنات، تقسميها على اثنين وتعيني النقطه تاعك هاك. من بعد البنات شوفوا معايا كيفاش تخرجوا هنا من نقطه 10 سنتيمتر هذه رايحه هنا تخرج عليها تقريبا بقيمه 2 سنتيمتر وتجي ترسميها بالطريقه هذه، ها هنا تفوتي على 2 سنتيمتر وتروحي للنقطه هنا نتاع 11 وتاع 10 تحتها ها هاك، لانه البنات هنا حتكون عندي مجرد قصه فقط باش ندير الوحده تاعي ماهيش عندي لي بيس باش نطيب فقط هنا ويدخل هنا لوبي. ها هو البنات هنا نقص معاكم باش فقط تشوفوا بالطريقه هذه، كيما قلت لكم هنا ندخل العرض تاع الدندوره تاعنا كيما نعطيكم راهي
البنات هنا نجيو باش نكملوا لي موش تاعنا قماشي ها هو البنات مطوي على ربعه هنا الجهه مغلقه ها هنا جهه مغلقه كما راكم تشوفوا من بعد البنات شحال نجي ندير هنا راح نقص عفوا نحسب هنا قيمه 20 سنتيمتر من بعد نجيب هنا حرز الجيب تاعي اللي رسمتها اللي درتها من قبل عفوا لازم نجيو هنا اول حاجه تحسبوا هنايا او تخيطوا من بعد تقيسوا نحيو هنايا من بعد راح تخيط هنا نحيو القيمه هذه بعد نجيو بالميل هكذا البنات بالميل ونديرو حرز الجيب تاعنا بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا ونرسموا الخط هذا قد بالطريقه هذه من بعد البنات هنا نجيو راح نديرو 30 سنتيمتر هنا قيمة 30 سنتيمتر ورايحين نكملو الموش تاعنا بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا ها هو راهو ليكم البنات هنا نقصو الموش تاعنا بالطريقه هذه من بعد البنات هنا عفوا هنا راح يجي بعدا نصبو مع بعضها هكذا وهنايا حيكون لاستيك وهنا حيكون لاستيك وتكمل الكتف هنا مع الصدر تاعنا نجيو نديرو البنات لوبي تاعنا هذا الميطاتين كامل البنات نطويوها على اثنين بالطريقه هذه ورايحين نخيطوها من على الحاشيه الميطاتين كامل هنا البنات الميطاتين اللي كففناهم كامل كما قلت لكم هاهو على الحاشيه كامل نجيو في البدايه نقسموهم على اثنين حنقسموهم على اثنين البنات من بعد راح نزيدو نقسموهم يعني في كل وحده حتكون عندنا 50 سنتيمتر راح يكونوا عندنا اربعه ها هكذا نزيد نقسم هذه كذلك على اثنين هذو هما البنات راح نديرهم الحزام هنا البنات من بعد نجيبو القندوره تاعنا ها هي لا ديكوب اللي درنا يعني ماهيش ديكوب البنات هنا مجرد قصه فقط ما فيهاش التفريغ تاع لي باس ولا هنا درتها قصه فقط بتكون باش ندخل عليها لوبي هنا من بعد واش نجيو نديرو هنا راح نجي في لاطاي تاعي البنات ونحط نحط لوبي تاعي هنا راح نعطيكم القيمه اللي هبطت منها هنا هبطت بقيمه 11 سنتيمتر رايحه تجيبي النقطه تاعك بالطريقه هذه هكذا قد قد هنا ترسمي هنا نقطه وهنا نقطه باش تشوفي وين حتحطي بالطريقه هذه هنا هذه راح تكون الفوق هذه اللي مفينيه منا والخياطه هي اللي حتكون لتحت يعني حنحطوها بالطريقه هذه هاهي هنا بعد ما نحطو عفوا هنا تجيبيها هنا راح تكون هذه لتحت ها هنا هي اللي تحط في النقطه تاع 12 عفوا 11 من بعد البنات هاهي عفوا هنا عفوا البنات اللي دخت هاهي بالطريقه هذه هنا اللي تكون فوق هاهي في النقطة تاع 11 هذه هي اللي تجينا هنا الجهة المغلقة هذه هي اللي تجينا هنا دقيقة فقط البنات ناتلكم رايحين نسكروا هنا نقفلوا نبداو نقفلوا في القصة تاعنا من هنا بالطريقة هذه ها هي ونجيو هنا للنقطة كما قلت لكم تاع 11 نحطوا لوبي تاعنا اكيد البنات راح نحكموا بليزيبانك ها وتروحي تمشي حتى نكملو نخيطو كامل القصة تاعنا هاي بالطريقة هذه بعد ما خيطوها البنات ها هكذا راح تجينا بعد ما تخيطيها هنا راح تجينا هاك راح تجينا هذه اللي مفينية من هنا الفوقة والخياطة حتجينا لتحتها نفس الشيء رايحة نديرها من هنا ونفس الشيء البنات حنديرها للجهة الثانية هنا جو الموش تاعنا البنات واش حنجيو نديرو هنا هنايا وين كاين القيمة تاع 20 سنتيمتر يعني هنا كامل عندي 40 سنتيمتر هنا رايحة نجي ندير كفة ها هي على اثنين هنا ندخل هنايا نخلي القيمة تاع 1 سنتيمتر تاع حق لاستيك هنا تقريبا 1 سنتيمتر وهنايا البنات لتحتا هنا لتحتا كذلك حندير لاستيك حنا غندير لاستيك الوهراني هنايا رايحة نجي ندير نكفف اللي عندها السوجي تكفف على مرة فريدة دير قيمة تقريبا هنا تخيط قيمة تقريبا 2.5 ولا 2 سنتيمتر واللي ما عندهاش تقدر تدخل كفة هنا صغيرة وتخلي القيمة هذه تاعها 2 سنتيمتر باش من بعد كي ندير لاستيك الوهراني نلمو هنا يجينا البهاء تاع الذراع وما يجيناش يبان أما بالنسبة للبنات هنا وين حيجينا الكتف هنايا تاعنا تاع الدندورة رايحة نجي ندير هنايا قيمة لاستيك عندي هنا 16 سنتيمتر عندي 16 سنتيمتر قيمة لاستيك
ريحه البنات هنا نجي ندخلو فقط. هنا البنات ما دخلنا لاستيك هنا ما تنساوش البنات هنا ثبتوا من الجهه هذه ونثبتوا من الجهه هذه، من بعد نجيو لتحت البنات هنا ونخلينا 2.5 هنا سنتيمتر، راح تجي الحاشيه هذه هنا ونركبوا هذا لاستيك الوهراني هنا حين نخيطوها البنات. شوفوا البنات هنا كيتخيطوا ما تشبحوش بزاف باش ما تجيكمش مشبوحه الذراع تاعكم تقلقكم. شوفوا البنات راح نجبد حاجه قليله فقط، شوفوا معايا ها حاجه قليله، شوف انا ما جبتهاش هكذا، شوفوا معايا ها حاجه قليله برك ونمشي. نفس الشيء هنا البنات بعد ما درنا المنش تاعنا راح نجي هنا للقندوره تاعي الامام والخلف البنات راح نهبط لها هنايا قيمه 4 سنتيمتر هكذا، ونجي هنا وين حلت لي بيت تاعي هنا ها الطريقه هذه هنا الامام والخلف كيف كيف البنات. هنا فقط حبيت نقول لكم البنات بعد ما تخيطوا هنايا القصه تاعنا هنايا راح يخرج لكم شويه زايد راح نقصوه فقط البنات ها هو هكذا فقط تعدلوه، عفوا تعدلوه هكذا فقط. هنا كما قلت لكم الامام والخلف كيف كيف البنات بالطريقه هذه. من بعد البنات واش نجيو نديرو رايحه نجيو نكيفو هنايا نفس الشيء كما درنا في درعين راح نجي نكفف هنا ندخل هكا شويه باك ونكفف هنا قيمه 1 سنتيمتر هنا باش ندخل لاستيك تاعي راح ندير الامام والخلف كيف كيف. لما خيطنا البنات الان سنتيمتر هنايا تاع لاستيك دخلت البنات لاستيك نورمال كما درت في الذراع هنا قيمه لاستيك راح نعطيها لكم. عفوا البنات هنا عندي 22 سنتيمتر هاهي لكم البنات هنا عندي قيمه 22 سنتيمتر. نفس الشيء راح نديرو الخلف هنايا البنات بعد ما درنا المونش عفوا القندوره تاعنا من بعد البنات هنا نجيبو ركبو المونش تاعنا هاهو الجهه هنا تاع 20 سنتيمتر هاي حرت ليبت هاهو لكم الامام هاو الخلف راح تجي بالطريقه هذه هاهي راح نجيبو هنا حرت ليبت ما حرت ليبت هاهي الوجه مع الوجه هاهو الطريقة هذه هكذا البنات راح نديرو خياطة نفس الشيء راح نديروه من راح يكون الوجه مع الوجه بعد ما نخيطو هنا راح يكون الوجه مع الوجه كذلك ورايحين نحكمو كذلك خياطة من بعد راح يجينا الوجه بالطريقة هذه. هنا فقط البنات حبيت نولهكم هنا لي بوطو هنا البنات باش نركبوهم قبل ما ديروا لاستيك هنا تعينوا المنتصف وتماركيو هنايا بالطباشير هنايا ونحديروش من بعد ما تجيكمش صعيبه كي ديروا لاستيك هنا بين كل قفله وقفله درت قيمه 13 سنتيمتر وحنحط من بعد نركبهم. نفس الشيء حنديروا المونش تاعنا هذا وحنلمو قندورتنا ونشوفو في الاخر مع بعضنا. في الاخير البنات قندورتنا بعد ما ركبنا لي بوطون جات ما شاء الله خرجت تهبل تهبل كيما راكم تشوفوا فيها خصوصا كي تتلبس على اللحم البنات والله جات ما شاء الله جات تسخف البنات. هنايا هاهو لكم هنا الحزام هنايا بعد ما حزمتوه هنا حيكون عريض نتوما تحزموه على قد لاطاي تاعكم وتلبسوه. هذا هو الموديل تاع نهار اليوم البنات نتمنى يكون نال اعجابكم تكونوا فهمتوا عليا الشرح. ما بقى لي غير نقول لكم ابقوا على خير في فيديو اخر باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.